إعادة تقسيم المحافظات هو مشروع طموح جدا، كان طرحه المرشح حينها عبد الفتاح السيسي، الرئيس الآن عبد الفتاح السيسي، في وقت انتخابه أو وقت ترشحه لرئاسة الجمهورية. والحقيقة ما كانش عندنا تفاصيل واضحة، أو يعني كان لسه يعني الفكرة مجرد فكرة مطروحة. الآن الفكرة تنفذ وبدأ تنفيذها، مش تنفيذها ولكن بدأ هذا الترسيم بالفعل. في هذه الجلسة احنا هنستمع لوجهة نظر الدولة، ايه شكل الترسيم ده، المحافظات الجديدة، ايه فلسفة هذا الترسيم الجديد. يعني ما استطيع ان اقوله في عجالة انه هذه الفلسفة هي اعادة توزيع السكان، اعادة توزيع الثروة. احنا عايشين على 6% فقط في مصر، نريد ان نوسع هذه الرقعة اللي احنا هنسكن عليها، وده الحقيقة هدف محمود. على الجانب الاخر في بعض المحافظات عندها مشكلات، ويجب ان نستمع للرأي الاخر. تحفظي الوحيد هنا ان هو انني اظن ان هذا مشروع بقانون يجب ان ينتظر مجلس الشعب. صحيح الناس او انتخبنا رئيس سيسي وهو على اجندته هذا المشروع، ولكن حين ناتي للتنفيذ، حين ناتي لمستقبل طويل الاجل لهذه المحافظات، اظن ان نواب هؤلاء هذه المحافظات يجب ان يكون لهم قولهم في ذلك، سواء بالإيجاب أو بالسلب، وأظن أن معظمه بالإيجاب، لكن برضو لازم نسمع وجهة النظر الأخرى. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، دكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان وعضو لجنة إعادة ترسيم الحدود، دكتور أبو زيد راجح رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء الأسبق وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والأستاذ حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة. وأبدأ بدكتور عاصم، ما هي فلسفة هذا التقسيم؟ طيب في البداية اسمح لي يعني أطلب من الدكتور أبو زيد أن يسمح لي أن أنا أتكلم في التخطيط ووجوده. ربنا يبارك فيك. إحنا المخطط الاستراتيجي القومي اللي قعدنا في وزارة الإسكان وبمساعدة كافة الخبراء وعلى رأسهم أستاذنا الدكتور أبو زيد راجح أن إحنا نعده، بيحط لنا مخطط لـ40 سنة قدام. مصر هتبقى عاملة إزاي؟ حجم الأنشطة والمشروعات هيبقى عامل إزاي؟ ده بيودينا لسؤال مهم، هل الحيز او النطاق الجغرافي اللي احنا عايشين فيه ده هيتناسب مع مخططاتنا المستقبليه للحيز اللي احنا هنروح له والانشطه اللي احنا هنروح لها؟ طبعا لا. عندنا مشاكل كتير بنقابلها في المخطط كان بيواجهها، وحضرتك اشرتي اليها. الزياده السكانيه في خلال 40 سنه اللي هي لو استمرت بنفس المعدل هتتضاعف عدد السكان. ضيق الحيز المكاني اللي احنا عايشين فيه، 6-7% اللي احنا عايشين فيهم، ده مطلوب ان هو يضاعف على الاقل في الـ40 سنه الجايه. عدم وجود عداله اجتماعيه في توزيع الموارد وتوزيع الاستثمارات وتوزيع الخدمات على انحاء الجمهوريه. عدم وجود فرص عمل متكافئه في محافظات مصر. ده كله بيخلينا نقول ان الجاكيت اللي احنا لابسينه ده يجب ان هو يتغير. هيتغير ازاي؟ ممكن يتغير باشكال كتير بنبنيها وفقا للسيناريوهات. في من سنه 67 لغايه الان في 13 محاوله لاعاده ترسيم، واحنا بناكد ان هي ترسيم مش تقسيم، احنا ما بنقسمش حاجه، احنا بنرسم حدود اداريه. انعكاساتها هتبقى اداريه فقط، وهنحاول نحط لها كل الاجراءات الوقائيه عشان تظل الانعكاسات بتاعتها محدوده. الترسيم ده بيقسم الجمهورية إلى محافظات، المفروض بيقسمها كمان إلى نطاقات تنموية، لأن أنا ما أقدرش الجمهورية كلها أتعامل معاها على إنها 27 أو 30 محافظة وفقا للترسيم الجديد اللي فيه إضافة لثلاث محافظات. لا، إحنا بنتعامل معاها على إنها نطاقات تنموية. نطاق تنموي اللي هو القناة، ده في مدن القناة ومدن سيناء، في نطاق تنموي للدلتا، نطاق تنموي للساحل الشمالي، نطاق تنموي لشمال الصعيد، ونطاق تنموي لجنوب الصعيد، وإضافة إلى النطاق الرئيسي اللي هو القاهرة. كل نطاق من دول له في المخطط الاستراتيجي القومي اللي احنا قعدناه في الفترة اللي فاتت دي كلها وقاعدين بنحدث فيه ونطوره، واللي الدولة بتنفذ مشروعات ذات الأولوية، قناة السويس، المثلث الذهبي، الساحل الشمالي وظهيره الصحراوي، واللي احنا الار اف بي بتاعه انتهينا منه، او الدليل العام المرجعي انتهينا منه وهنطرح في القريب العاجل. كل نطاق من دول له رؤيه تنمويه واهداف تنمويه يحققها. هو عشان يحقق الاهداف دي بيحققها بالمكونات من المحافظات، سواء كانوا 5 محافظات او 4 محافظات. فالتصور للترسيم الجديد
بيحاول يحقق عدالة اجتماعية، يدي لكل توزيع الثروات على مستوى الجمهورية بشكل متكافئ، ننوع من فرص العمل والمخرج اللي ممكن الناس تشتغل فيه، العوائد على الإدارة اللي ممكن تاخدها الإدارة المحلية من عوائد على الاستثمارات اللي بتتم عشان يبقى عندها موارد تقدر تتحرك فيها. الكلام ده كله بيخلينا نحط شكل الترسيم اللي مقترح. الترسيم اللي احنا اشتغلنا عليه وقعدنا فيه 18 اجتماع مع كل المحافظين وكل الجهات الأمنية وكل الاجتماعات عشان نراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والجغرافية، كل الكلام ده محطوط ترسيم، ولكنه الخط أو المحل الهندسي للخط مش هيتم دلوقتي ولا هيتم إلا في خلال، محتاج على الأقل 6 شهور دراسة ما بين مديريات المساحة في بين المحافظات عشان نوصل لترسيم هذا الحد، بحيث ان هو يبقى حد سليم ومنضبط فنيا. ايه فلسفة هذا الترسيم؟ فلسفة الترسيم ان احنا نوجد وحدات ادارة مقبولة، ما يبقاش في مساحات فيها ترهل ما يقدرش يفرض عليها المحافظ سيطرته بشكل كويس، تتيح تنوع في المنتج اللي هتقدمه المحافظة، وتتيح امتداد جغرافي من غربا من الصحراء الغربية مرورا بالوادي والدلتا نهاية للبحر الأحمر. حضرتك الإنسان اللي بيبقى عنده قطعة أرض بيصمم عليها فيلا أو بيصمم عليها وحدة سكنية وعنده البحري، بيحاول يفتح عليه وحدات كتير عشان يستفيد بأكبر قدر ممكن من البوتنشال أو الإمكانيات اللي عنده. دي كانت أحد الفلسفات. لك عايز بعض المحافظات يبقى لها بحري يعني. لا أنا ما أقولش بحري، أوصل البحر الأحمر مش بحري، البحر الأحمر ناحية الشرقي، إنما أنا بقول يستفيد من الميزة النسبية للموقع. إحنا موقع مصر بيميزه وإطلالنا على البحر الأبيض المتوسط وإطلالنا على البحر الأحمر، وغالبية أراضي جمهورية مصر العربية صحراء وشديدة يعني الجفاف، فلا تستفيد من الموقع بشكل، وبالتالي إحنا عايزين نستفيد من الموقع بشكل أفضل ونوزع الاستفادة دي بما لا يتعارض مع الأنشطة الأخرى والاستخدامات الأخرى يعني. طيب مش بس إن إحنا ننوع في المخرج ده والمنتج ده بشكل كبير، لا بالعكس، أنا عايز أتيح الفرصة لمناطق التنمية الواعدة. احنا عندنا مناطق تنمية واعدة في محور قناة السويس، محافظة بورسعيد واخدة اهتمام وفيها زيادة في مساحتها، 30% من اجمالي مساحتها زادوا في محافظة السويس، واخدة اهتمام كبير. كلنا بنسمع عن مشروع العاصمة الإدارية الجديد، وهو ما هوش اسمه عاصمة، هو نيو بيزنس ديستريكت للعاصمة عشان احل فيه مشاكل القاهرة وانقل أنشطة وخدمات زحمة القاهرة كعاصمة تاريخية وتراثية. لما تطلع برة دي بجذب السكان وبجذب الأنشطة شرقا، وهو ده المطلوب، ان احنا نضاعف الحيز العمراني اللي احنا عايشين فيه ونطلع نحو مناطق التنمية الجديدة. احنا بنتنقل من القاهرة وتكدسها ناحية محور قناة السويس بمحاور. الكلام ده مش مربوط بس الترسيم الحدود، لا ده مربوط مع 3200 كيلومتر طرق او محاور التنمية اللي مقترحين دلوقتي بيتنفذوا، لان دول بيخدموا الترسيم الجديد، بيربطوا شرق المحافظات بغربها عشان يبقى فيه وحدة اتصال. على أي أساس اخترتوا تنمية 3 محافظات جديدة؟ تمام، الثلاثة المحافظات الجديدة كل واحد بيخدم هدف تنموي موجود برضو في المخطط الاستراتيجي القومي. المخطط الاستراتيجي القومي أشار أن الساحل الشمالي الغربي وزيره الصحراوي هو أمل مصر في استيعاب الزيادة السكانية. أكثر منطقة مهيئة لاستيعاب كثافة سكانية وزيادة سكانية في خلال 40 سنة الجايين، 35 مليون نسمة متوقع من التضاعف عدد السكان ان هم يكونوا متواجدين في الساحل الشمالي الغربي وزيره الصحراوي. عشان يتواجدوا دول محتاجين نسق عمراني يتواجد في المنطقة دي. نعيد تفكيرنا في الساحل الشمالي وطريقة استغلاله عن ان احنا نعمل قرى سياحية ملاصقة للشاطئ وكل ما بقى خلفها بقى ظهير، لا احنا عايزين ننشئ مجموعة من المدن الجديدة، مستقرات عمرانية تنموية فيها أنشطة، وبدايتهم وبقرتهم هي مدينة العلمين الجديدة. وبالتالي جات هنا محافظة العلمين، أنا بعمل مدينة رئيسية كبيرة فيها أنشطة، فيها قريبة من مناطق الاستصلاح. محافظة العلمين فيها منطقة المغرة، دي فيها 150 ألف فدان من المليون فدان اللي هيتزرعوا، وجنوبها جنوب منخفض القطارة، وده جزء الجنوب الشرقي لمنخفض القطارة جزء محافظة العلمين، هيستوعب برضو في منطقة الدلة، عين دلة فيها مساحات زراعية كبيرة. فده المحافظة الأولانية. طب المحافظة الثانية دي حققت لنا هدف استيعاب الزيادة السكانية، محافظة وسط سيناء احنا عندنا أهداف تنموية كتير. الهدف الأمني بقى هنا في الحدود الشرقية بتاعت مصر هدف مهم جدا.
السيطرة الأمنية مش هتتم في سيناء طول ما هي محافظتين اتنين بس، الوسط خالي لأنه في ظروف طبوغرافية صعبة ما فيهوش أنشطة وما فيهوش استخدامات وما فيهوش سكان، وبالتالي احنا محتاجين نوجد محافظة نوجد لها موارد، وده كان في فلسفة إيجاد المحافظة اللي هي بتشمل منطقة رأس سدر، وهيبقى فيه إن شاء الله مطار في رأس سدر، تشمل المناطق السياحية في طابة والنقب الناحية في الشرق، ووجود مديرية أمن ثالثة في سيناء بيزيد تواجد الأمني وبيوجد سيطرة أمنية في المنطقة. فهنا الهدف كان أمني. الوحات بقى. المحافظة الثالثة اللي هي محافظة الوحات، احنا عندنا المنطقة بتاعة الوحات دي اللي كان جزء منها تبع محافظة الجيزة من أكثر المناطق الواعدة في الزراعة، وأكثر المناطق اللي فيها دلائل لوجود مياه جوفية، وفيها منطقتين كبار جدا جدا داخل مشروع المليون فدان اللي هم المرحلة الأولى، وبالتالي دي مستقرة هتنقل إليها عدد كبير من السكان. فكانوا الثلاث محافظات للأسباب دي. طب اسمح لي أسمع رأي الدكتور أبو زيد، يعني على أي يعني أكيد حضرتك مطلع على هذا الترسيم، إيه ملاحظاتك عليه، كيف ترى؟ هو ده يمكن كلمة السر في مستقبل مصر هي التنمية. يعني كل مجهوداتنا في التخطيط والتنفيذ والتفكير تدور حول تنمية مصر، تنمية الحيز الحالي وتنمية الحيز الجديد اللي مفروض ننتقل له. إحنا عايشين على 5.7%، مفروض نوصل 11% في منتصف هذا القرن. طيب التنمية حقيقة بالنسبة لظروف مصر هي التنمية الإقليمية. التنمية الإقليمية بمعنى إيه؟ كل محافظاتنا تجديها أحادية النشاط، أما الإقليم فهو متعدد الأنشطة، والإقليم له إمكانات متعددة ويدعم بعضها البعض، وله القدرة على أن ينمي ذاته بذاته، وله اتساع مكاني وعدد سكاني اللي به يقدر يدير نفسه ذاتيا. فإذا اللي الدكتور عاصم سماه النطاق التنموي هو في حقيقة الأمر إقليم تنموي. وفي تنمية طولية أو تنمية محورية زي اللي بيقترحه فاروق الباز، وفي تنمية قطبية بتدور حول قطب زي تنمية تشكى. إنما التنمية الإقليمية هو نقل التنمية من تنمية قطاعية إلى تنمية مكانية. يعني بدل ما الكهرباء بتعمل مشروعها والزراعة بتعمل مشروعها وإلى آخره، إن في مكان واحد كل هذه القطاعات بتتكامل ويدعم بعضها البعض، وبالتالي تتم تنمية حقيقية. فإذا لابد أولا إن احنا نحدد حدود هذه الأقاليم التنموية أو النطاقات التنموية، نسميها زي ما نسميها، ثم تتحدد بعد كده حدود المحافظات وليس العكس. يعني وضع التفكير في المحافظات قبل التفكير في الأقاليم التنموية بالضبط كأن احنا بنضع العربة أمام الحصان. فإذا لازما أولا المرحلة الأولى إن احنا نحدد نرسم الحدود الإقليمية، وبعد كده نقدر نسميها ما نشاء نطاقات إقليمية أو هوتيفوليتيز، إنما لابد أولا أن نرسم هذه الحدود الإقليمية. وما أسهل، وتم فعلا ترسيم هذه الحدود الأقاليم اللي هي سيناء، وزي ما قال الدكتور عاصم الساحل الشمال الغربي وشمال الدلتا وشمال الصعيد ووسط الصعيد وهكذا، فدي معروفة. فإذا ما حددنا كده في ضوء هذا الترسيم الإقليمي يتم ترسيم المحافظات وليس قبل ذلك، دي من جهة. من جهة تانية مشكلة إدارة التنمية. الحقيقة إحنا يعني عندنا مركزية مفرطة، عندنا البؤرة القاهرية طاغية،
وكيان المحافظات كيان ضعيف أمام الطغيان القاهري، وبالتالي المحافظات هي في الواقع امتداد للحكومة المركزية، أي أنها وليست، إنما الأقاليم حيبقى كيان إداري يستطيع أن يكون وسط بين المحليات المحدودة الإمكانات وبين الحكومة المركزية، أو بمعنى آخر تحقيق اللامركزية اللي نادى بها الدستور. لا أتخيل أن تتم اللامركزية إلا بوجود كيانات إقليمية كبيرة لها مطاراتها ولها وهكذا. هل ده متحقق في هذا الترسيم يا دكتور ولا لسه؟ لا، هو يعني أنا شايف أن يجب يعني التريث وإعادة النظر بما ويكون يعني السكيل بتاعنا الأساسي اللي هو الأقاليم التنموية. طيب. لأن يعني المحافظة زي ما قلت لحضرتك هي أحادية النشاط، نشاط زراعي، نشاط سياحي، نشاط معرفش إيه. طيب أنا هستأذن حضرتك، طبعا حضرتك هترد دكتور عاصم، لكن أنا هسمع رأي الأستاذ حسام الشاعر وله يعني رأي محدد في نقطة محددة هي البحر الأحمر. تفضل أستاذ حسام. أنا أبتدي من زي الدكتور بقال التريث، ليه التريث في الموضوع ده؟ لأن أنا شايف أن التقسيم، أو مش أنا الحقيقة، كل القطاع عندنا، كل قطاع السياحة، قطاع السياحة أيه، كل اللي بيشتغل في السياحة، ولازم نعيد هنا نفكر أن اللي بيشتغلوا في السياحة 4 مليون يعني حوالي 15-20 مليون نسمة مصريين من وراء السياحة. وأنا شايف أن القطاع كله شايف أن تقسيم المحافظات ووجود محافظات الصعيد أنها تمتد وتقسيم البحر الأحمر ده كارثة على السياحة. البحر الأحمر هنا قسم على كم محافظة؟ قسم على 4 محافظات تقريبا يا دكتور، هيبقى على 4 محافظات لا أكتر، أو يعني أسوان ومنيا وإنا والأقصر و المنيا وبني سويف وسيوط وسوهاج وإنا والأقصر. التقسيم ده، التقسيم ده ليه مرعب بالنسبة لنا واتكلمنا فيه كتير الحقيقة، لكن هو يعني حتى الدكتور عاصم كان بيقول ان حصل اجتماعات، احنا ما حصلش معانا ولا اجتماع كقطاع سياحه لهذا الموضوع. يعني ما احنا رحنا بادرنا مستثمرين وبادرنا ورحنا للواء عادل اللبيب واظهرنا له هذا التخوف المرعب، لان انا بعتبره ان هو نهايه السياحه في البحر الاحمر لهذا الحد، يعني الموضوع مش صغير. وبيصور لنا صوره اسكندريه من تاني، يعني احنا دلوقتي اسكندريه ماتت في السياحه خلاص. فالتقسيم ده ان يبقى 7 محافظات على البحر الاحمر بيعيد لاذهاننا اسكندريه وشواطئ اسكندريه اللي هي لا تصلح سياحه. ما يعني ايه مدار هذا التقسيم؟ المدار عده يعني نبتدي منها. اولا في هتكلم الاول على ايه مكاسب المحافظات دي لو جت؟ مفيش، لان هو اولا لازم نبقى عارفين حاجه، ان محافظه البحر الاحمر او اي محافظه في مصر هي مسموحه للمصريين كلهم. انا مش من البحر الاحمر، انا من الجيزه ومستثمر في البحر الاحمر ومستثمر في الاقصر برضه ومستثمر في شرم الشيخ، وعربيتي ملاكي جيزه بروح بيها البحر الاحمر، وبطاقتي جيزه وبشتغل في البحر الاحمر، وكل اللي بيشتغلوا في البحر الاحمر هم من المحافظات الحقيقه، ما فيش حد من البحر الاحمر. يعني هتلاقي الناس كلها من السويس والمنيا وسوهاج وإنا. فعايز اقول من الاول عشان الناس تبقى فاهمه صح، هو ما احنا مش عايزين ان البحر الاحمر يعني محتفظ بثرواته او بحاجته لنفسه، دي لمصر كلها. حتى لو جبت حضرتك احصائيات معيش الارقام بالظبط من معظم العاملين من البريد من نفسه، البوسطه بس اللي بيحول للصعيد ملايين الملايين يوميا بتتحول من البحر الاحمر الى محافظاتهم في الصعيد. المخاطئ او المدار بقى، المدار بقى اولا البحر الاحمر في تسويقه احنا بنحاول ان احنا نخليه لاند مارك اسمه ريفييرا ريتسي. وده السبب، يعني دي تقريبا انا كنت بعت الصور، دي صور اسكندريه، دي صور اسكندريه اهو، بقول ان احنا هنرجع لهذا الموضوع كده في البحر الاحمر، وده طبعا قاتل للسياحة وبيرجعش. احنا يعني بنتكلم على السياحة الأجنبية والسياحة حتى المحلية، الأجنبية والمحلية هو ليه في خصوصية في البحر الأحمر. فأولا البحر الأحمر كله احنا بنحاول نعمله براند وعلامة تجارية، اهي تقريبا انا كنت جبت الصور بتاعتها، هو بس ما فتحش معانا، ريتسي ريفييرا، زي اسبانيا زي كوت دازور في فرنسا زي كده، فاحنا مسمينه ريتسي ريفييرا، وهو مصدر دخل مهم. هو تقريبا يعني هو وشرم الشيخ دلوقتي بقى 90% من السياحه في مصر، من دخل السياحه، من دخل السياحه في مصر. فدي اول مدار، ان احنا لو اتقسمنا يبقى يعني احنا كنا عايزين نعمل ازاي، او اللي معمول دلوقتي ان انا بكتب القصير ريد سي، ما اقولش بقى القصير في حته، بقول سفاجه ريد سي، بقول الجونه، ودي اللي كانت في اللوجو اللي انا كنت بعته، الجونه ريد سي،
كل واحده من دول ما بنقولش فيها فين في اي محافظه، هي اسمها ريد سي، علشان نعمل براند يبقى بعيد عن المشاكل اللي بتحصل في الوادي. المشكله الثانيه طبعا ان هيحصل عشوائيات في التخطيط ما بين المحافظات، بدل ما هو محافظ واحد بيحاول عن طريق المحافظ وهي التنميه السياحيه، احنا بنحاول نكرس كل شغل المحافظه للسياحه ولخدمه السياحه اللي هي هو مكان اكل عيش، هو مش مكان اسكان الحقيقه. فده طبعا هيبقى فيه سبع محافظين تقريبا، يعني سبع افكار، يعني سبع جهات محليه، يعني موضوع هيخش في عشوائيات كبيره جدا. تاني الحاجه اللي بعد كده كمستثمر، حتى لو عندي فندق في مرسى علم، عندي فندق في الاقصر، عندي فندق في الغردقه، او عندي فندق في شمال البحر الاحمر، هتعامل مع يعني نزيد التعقيد تعقيد، يعني اوريدي في مشاكل في التعامل مع المحليات، المشاكل دي هتزيد تاني اكتر. هو كمان الفكرة السائح الأجنبي ربما والثقافة المختلفة من بالظبط هيحصل بقى حياتك هجرة زي الصورة اللي احنا كنا بنشوفها دلوقتي، هيحصل هجرة كبيرة جدا من محافظات النيل، المحافظات اللي على النيل في الوادي كلها هيحصل هجرة كبيرة جدا على البحر الأحمر. إذا زادت الكثافة السكانية مش هيبقى موجود السياحة، والحقيقة ده رأي حتى وزير الإسكان ورأي رئيس الوزراء في الاجتماع اللي كانوا معانا فيه في شرم الشيخ، لما كنا بنتكلم على اسكان في شرم، هم نفسهم قالوا لا يصح ان يبقى في اسكان في شرم الشيخ، يعني هم رايهم ان ما يكونش في اسكان. هزود بس كمان يعني حاجه كمان، ان طبعا المحافظات ديت الضغوط الشعبيه اللي هتبقى على المحافظات هيضطر يفرط في الساحل ان هو يبتدي يدي اسكان شباب، اسكان نقابات، اسكان كذا، فهذا الموضوع طبعا هيبقى طارد للسياحه بطريقه كبيره. اللي عايز اقوله ان اخر حاجه ان السياحة المفروض إن هي هتجيب 20 و30 مليار، المفروض، لأن تركيا بتجيب حاليا 40 مليار وبتشتغل 7 شهور، البحر الأحمر طبعا بيشتغل طول السنة، المفروض إن يجيب 40 مليار. خلينا نخليه بره كل هذا المواضيع ونخليه مكان منتج هو يصرف على كل المحافظات، لأن هو لو إحنا بندخل 7 8 مليار و6 مليار السنه دي، المفروض يبقوا 20 مليار بس من البحر الاحمر. اسمحوا لي اخرج فاصل قصير، بعد الفاصل دكتور هترد، وطبعا احب اسمع جدا راي دكتور راجح في هذا الامر. فاصل قصير ونواصل.